السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم معنا في هذا الشرح اللي راح اشرح فيه كيف تشغل العاب النينتندو 64 مع برنامج البروجكت 64. عند دخولنا للموقع راح نضغط على داونلود نسخة البرنامج 3.0.1، نسوي تحميل البرنامج ونروح نسوي تسطيب للبرنامج. نشغل البرنامج دبل كليك، في خيار ظاهر امامك، كل عليك تضغط على نعم، راح تظهر معك الصفحة الأولية، كل عليك تضغط نكست، ثم تحدد مسار البرنامج. بعد ما تحدد مسار أو تبغى تحط مسار معين للبرنامج تضغط نكست. هنا في خيار البورتبل، هذه ميزة حلوة للبرنامج، إذا كان عندك فلاشة أو يو اس بي خارجي تبغى تنصب عليه البرنامج، نشيل الصح الآن ونخلي نسخة إلى سطح المكتب ثم نكست وراح يتم التنصيب للبرنامج. الآن نخلي الخيار على صح ثم نضغط فينيش. الآن نحذف البرنامج، انتهينا من التنصيب. عندنا خيارين هنا لازم نعدلها، أولا هنا يحدد مسار الألعاب، تضغط على الثلاث نقاط هذه هنا الواضحة أمامك ثم تروح لمسار الألعاب الموجود لدي. نروح لقرصة دي ونختار Games ثم نروح إلى Game 64 نتندو، نضغط موافق. كذا حددت مجلد الألعاب. الآن في خيارين هنا، الخيار الأول إذا كان عندك نسخة البي سي قديمة تضغط هنا، إذا كان نسخة حديثة تختار هذا الخيار ثم تضغط أوكي. الآن تحملت الألعاب الموجودة عندي في المجلد، بيطلع لك مثل هذا الخيار. البرنامج هنا يطلب دعم، ننتظر حتى ينتهي العد التنازلي ثم تضغط على كانتينيو. الآن قبل تشغل أي لعبة كل عليك تروح الأوبشنز أو خيارات تختار جرافيك سيتنج أو إعدادات رسومات أو الجرافيك، ونحدد الخيارات التالية. الفول سكرين راح نخليه على 1090 حسب حجم مقاس الشاشة عندك، بالنسبة لي راح أحددها على 1920 على 1080، والريزولوشن راح أخليها 1440 على 1080، وبإمكانك تحطها حسب المناسب لك. بالنسبة لي راح أخليها على 1200 في 1024. بالنسبة للخيار هذا راح أخليه مثل ما هو، والبي سي راح أخليه مفعل. أما بالنسبة للفلترينج هذه بنرفعها إلى أقصى حد وهو 16x. انتهينا من الإعداد الخيار هذا. الآن نروح للتاكشر إنهاسمنت ونختار من الهاسمنت هنا نختار 6xbr أو تختار 3x عشان ما تصير معك مشاكل، تختار 3x. وكذا انتهينا من إعداد الشاشة، سوي Save and Close. باقي إعداد أخير وهو إعداد الكنترولر. أنا عندي يد الإكس بوكس، إذا عندك يد أو الكيبورد أضغط على Setup. الآن هنا نضغط على السهم فوق تحت يسار يمين. الآن من الكنترول عصا التحكم فوق تحت يسار يمين، هنا عصا التحكم اللي في اليمين فوق تحت يسار يمين. الآن حرف الـ A والـ B، فكل اللي علينا نحدد مثلا زر الـ B وزر الـ X. الآن هنا التريجر، زر التريجر اللي هو Select، وهنا Enter راح يكون Start، وهنا L1 وهنا راح يكون R1. الآن نضغط على OK. كده يكون انتهينا من إعداد الكنترول. الآن نشغل سوبر سماش بروس. إذا تبغى الشاشة تكون كاملة بإمكانك من الأوبشنز تختار فول سكرين أو من الكيبورد بالضغط على Alt ثم Enter وراح تكون الشاشة كاملة. وإلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع. تمنياتي لكم بالتوفيق، في أمان الله.